السلام عليكم مشاهدي ومشاهدات قناه بلا زواق تي في. حاليا كنتواجدوا خارج الاسوار ديال الجماعه ديال تاونات اللي كتعرف يعني هذا الاكتضاض جراء الهيجان ديال الكلاب الضاله، الكلاب اللي مسعوره، يعني هاد الناس كاملين تعرضوا للعضات من طرف يعني هاد الكلاب الضاله في ظل الغياب ديال الفاكسان، يعني النقص الحاد في الفاكسان باش ان هاد الناس يداووا. جدير بالذكر ان واحد الحاله توفات بالامس جراء يعني العضه ديال واحد الكلب. يعني مشكل ديال الكلاب الضاله هنا في المدينه ديال تاونات اصبح يؤرق بال جميع المواطنين. ففين ما مشيتي كتلقى الكلاب، فين ما درتي كتلقى الكلاب اللي هما مسعورين. شي شحال العدد ديال المواطنين ومازال يعني بزاف منهم لداخل هناك. هادشي كلشي خصو يعني الفاكسان كما كتشوفوا معنا في هذا المباشر. انا جينا نحسبوا كاينه تما واحد 30 ولا 40 واحد اللي مقيوسه لا يعني الله يحسن العوان. كاين اللي عضوا الكلب، كاين اللي عضوا ولده، كاين اللي عضوا مرته، كاين اللي عضوا باه. والمفارقه العجيبه هو ان الكلاب يعني في هذه الفتره هذه هاجت بواحد الطريقه اللي هي كثيره، يعني اصبحت تهاجم المواطن لا في المارشي ولا في الشارع العمومي. شيء اللي كيدعو للقلق ومناشده للمواطنين يعني ياخذوا الحيطه والحذر ويحدوا وليداتهم قدر المستطاع، لان ما نعيشوه. ها انتم شوفوا الناس هما جايين، شوف واحد اخرين على الداخلي، ها انتم كلشي جايب وليداته. شوف هما غادي يمشيو يتسجلوا، يعني لازلنا على الهواء مباشره هنا خارج الاسوار ديال الجماعه لتقريبكم وايضا تنوير الراي العام على المشكل اللي كتعرفوا المدينه ديال تاونات جراء الهيجان ديال هاد الكلاب الضاله. هي الكلاب اللي مسعورين فداروا حاله في الناس ديال تاونات، داروا حاله في الوليدات الصغار، في الناس الكبار،